انت بتجيب الصحة دي منين؟ رسالة حسن تتسبب في كشف مرض لولا فاني. اعلنت لولا فاني اصابتها بمرض MS وهو مرض مناعي مزمن، بعد لما متابعة سألتها في التعليقات في البث المباشر وقالت لها انت بتجيب الصحة دي منين؟ انت ولا كأنك اتجوزتي ولا خلفتي. وده اللي خلى لولا فاني تكشف عن مرضها في البث المباشر عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وقالت لولا فاني المرض بيتعالج مدى الحياة، باخد 3 حقن كل 6 ايام ب 8000 جنيه. ومرض MS هو مرض التصلب المتعدد، وهو مرض مناعي يهاجم الجهاز العصبي المركزي والمخ. المرض ده بيصيب الشباب اكتر من كبار السن وتحديدا السيدات، وسبب المرض هو نقص فيتامين د. وعن اعراض المرض المناعي اهمها التأثير على الرؤية وتصل لفقدان البصر وضعف في الحركة وفقدانها. شكرا لكم متابعين القناة، اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، واتمنى انك تشتركوا في القناة دلوقتي حالا وتفعلوا زر التنبيهات علشان يوصلكم كل جديد.